أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هذا السائل يقول: ما قولكم في من يقول إن لبس البنطال إنه كان حراما قبل ولكن الآن هو جائز لأن أكثر المسلمين يلبسونه صالحهم وطالحهم، ويقول: هل الشيء إذا استعمل مثل الملعقة أو الطائرة يدخل في العادات ولا يكون من العبادات؟ الأصل في الملابس الحل، الأصل في الملابس الحل إلا ما كان مختصا بالكفار من الملابس فإننا لا نتشبه بهم فيه، ما كان من ملابسهم الخاصة فإننا لا نتشبه بهم فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والبنطال كما يقول السائل أصبح الآن ما هو خاص بالكفار، يلبسه كثير من المسلمين، فهو ليس خاصا بالكفار وليس فيه تشبه. هذا بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال لا نقول إنه حرام عليهم، وأما بالنسبة للنساء فلا يجوز لها لبس البنطال لأنه فتنة، لأنه يبدي أعضاءها وتقاطيع بدنها ففيه فتنة، فلا يجوز للمرأة أن تلبسه لأن فيه فتنة. نعم.